مو مصدوم لان انا قايل حق الاخت مي العيدان ان انا ما راح اطلع بولا لقاء. كنا قاعد نسولف على موضوع ان على اخر لقاء لي وشون انا كنت وايد صريح فيه وبزياده ممكن، فقلت لها انا ما راح اطلع بولا لقاء لان انا وايد صريح، بس ما حبيت كلمه ان انا مو ناضج. اذا انا صريح او ان انا اللي افكر فيه اقوله اطلع مو ناضج، احس ان هذه فيها غلطه شويه. اللي مو ناضج انا وفرح مو ناضجين، ويمكن اعرف السبب لان انا في مره من المرات قلت لها انا ما اطلع بلقاءات، والسبب يعود الى انا ناضج واعرف الصح والغلط. اللي مو ناضج ما يعرف الصح والغلط، انا ناضج واعرف الصح والغلط، بس وقفت ان اطلع بمقابلات لسبب ما، لان انا انسان ما يعرف يلف ويدور، ولا احب اقرا الاسئله قبل اللقاء من الاخر. ما احب اطلع قدام الناس ممثل، ما احب. انا بالتلفزيون ممثل، بالحياه والطبيعه عقيل الرئيسي ما يصير يمثل بعد بلقاء اعطوني الاعداد خل اقرا. فعشان كذي ممكن اطلع مناضج، عشان كذي وقفت الموضوع ما ابي اطلع بولا لقاء. وكلمت اختي مي العيدان وقلت لها ان انا ما اطلع بولا لقاء، بس كلمه مناضج ما عجبتني صراحه. اتكلم عن اخر لقاء لي، والله ودي اعقب على كل جواب جاوبته ولا معنى. اوكي انا غلطان ان انا ما قلت المعنى الصح، ما لانه ما اقدر اقوله، وغلطان ان انا ما قريت الاسئله لان انا ما احب اقرا اسئله قبل اللقاء. احب اكون طبيعي، احب اكون تلقائي مع الجمهور، لان بالنهايه ملينا، والله ملينا من ان اعطني الاعداد خل اقرا وكني كاسكو قاعد اردد الاجواء. شغله اخيره عشان ما احب اعمم، في ناس اكيد ما تقرا الاسئله وتروح اللقاء وتجاوب، وفي ناس تقرا الاسئله عشان تخاف من الاسئله اللي بتنطرح لها على التلفزيون. فعشان لا اظلم احد، مو بس انا في الدنيا اللي ما يحب يقرا الاسئله قبل اللقاء، في ناس وايد وفي ممثلين. بس والله